سألت بعض متابعين القناة ايه احلى عربية سوقتها، ودي كانت ردودهم. صباح الخير. هو انا اكتر عربية جربتها وعجبتني هي الكيا سبورتاج. بس كده. انا اسمي الدكتور وليد عبد الله. انا اشتريت عربيات كتير، من اول سوزوكي سويفت واللانوس والماتريكس وجيتا وسيراتو ومرسيدس واخيرا معايا كاتجار. العربيات كلها يعني كويسة، بس اكتر عربية استمتعت بيها كانت الكيسري سيراتو، عربية ممتازة. كاتجار حلوة جدا، بس دلوعة، عاوزة يعني معاملة خاصة، مش عربية بهدلة، عربية عاوزة يعني تديها معاملة، تديها صيانة، تديها حنية على المطبات. ان شاء الله الطلعة الجاية اما كودياك اما اودي كيسري. شكرا. ايه احلى عربية سوقتها؟ الحقيقة انا مستمتعة جدا جدا بسواقة السوزوكي سويفت. عربية محترمة قوي، عربية ثابتة على الطريق. فكرة الفول اوبشن بالنسبة لي دي حاجة حلوة قوي. حقيقي العربية جميلة وتستاهل. It deserves. السلام عليكم. ده تقييم مني للسيارة اللي هي تويوتا كورولا 2017، اللي هي بصمة. سواء بصمة أو مش بصمة، عموما هو الفرق بيبقى في حاجة بسيطة يعني. العربية ما شاء الله لما ركبتها كانت بتاعت صديق ليا، كانت كنت بجربها له يعني. العربية ما شاء الله دوست البنزين، لما تدوس على البنزين كده تلاقي العربية ما شاء الله معاك فايقة جدا. العربية بتحدف معاك جري كجري، ثبات عالي برضو، ما هوش مش حاجة مثلا اللي هي خفيفة على الطريق وكده. بالنسبة لاستهلاك الوقود فيها ما شاء الله يعني، مشيت مثلا حوالي عن 400 كيلو بحوالي عن 160 جنيه بنزين، يعني تقريبا صفيحة. فده كان كويس جدا بالنسبة لأي عربية، ده غير قطع غيارها اللي هي متوفرة عند أي حد يعني، زي ما بيقولوا بتلاقيها عند البقال. صباح الخير. أنا متابعة كل فيديوهات الأستاذ محمد قورة، وهتكلم عن تجربتي في القيادة للأوبل أسترا. أنا مبسوطة جدا بيها، وهي عربية حلوة جدا. ولو هقارنها بالعربيات اللي ركبتها قبل كده زي الإسبرانزا والأوبترا، هي بصراحة الأوبل أسترا أحسن واحدة فيهم. شكرا. اي حد من حضراتكم حابب يشارك رايه وتجربته وايه احلى عربيه عجبته وجربها، يبعت لي من خلال اكونت الفيس او الواتس، موجودين اللينكات هتلاقيها في وصف الفيديو. واكيد مشاركه حضراتكم بجد حاجه تشرفني جدا،